السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. إن شاء الله هنبدأ نقرأ بالترتيل سورة العنكبوت، تمام، وهنوضح فيها المقامات الصوتية التي استعملناها. ويؤسفني أقول لحضراتكم إن لا يوجد مايك، فربنا يعيننا كده ويكون الصوت واصل، تمام، عشان الناس ما تعانيش واحنا بنشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طبعا أنا شغال مقام البيات، تقريبا ليست من الدرجة اللي هي القرار، ولكن تقريبا من الدرجة اللي هي التالتة اللي بنسميها الميل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، نركز على تفخيم الغنة من قبلهم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قلت بيات شوري، فليعلمن، ده البيات الشوري. للتعرست، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. رصد. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ما زلت في مقام الرصد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قلت على السيكا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم جميعا، لا مفيش جميعا، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سيكا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، نقلت على الحجاز. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. لسه حجاز اهو. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. انتقلت إلى البيات.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون قفلت بآيات الشوري. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما صبر إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين حتى دلوقتي أنا بحاول ما أجيبلكش مقامات متركبة عشان حضرتك ما تتلخبطش وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثان لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون صبر وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين صبر أَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ كُرْد إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شوف النقلة ديت إن الله على بنسميها صبا الزمزمة صبا زمزمة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون انتقلت إلى الصباح وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء حجسكار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نقلتين هنبدأ بقى الشغل معلش الصعب شوية نوى أثر وقمت قافل إيه وقمت قافل حجسكار والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم بيات فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار انتوا عارفين ده مهم ايه
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. نواند بس طعمته في الأول برزن. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط. عجب. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق. مقام الزنجران. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. مقام الشوق شوق أفزة عكس الزنجران. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه هل تعصب وآتيناه أجره في الدنيا وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. زنجرة. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. بإبا بالعشاء. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها. مقام الجهركة رست وعجم ريق نشف للأسف وليس بجوار كوب من الماء. فآيتين ثم ننتهي بفضل الله عز وجل. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ضرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
إلى هنا ينتهي اللقاء. تحياتي لحضراتكم، لا تنسونا من خالص دعائكم. كان معكم سمير عبد الغني، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.